السلام عليكم مشاهدين، تنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس، وتنتمنى تكونوا ان شاء الله ما يغلبكم السعد يا ربي، والله يفرحكم ان شاء الله، الله يجعل ربي يفرحكم. راني شفت فاطمة الزهراء ماشي هي ديك راه دايره هزه علينا في النخرات، غير الله يدير الخير. شنو فاطمة الزهراء؟ السلام عليكم متتبعين ديالنا، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كتعجبني واحد الحاجه بغيتي ندوز واحد الفيروش خطير. سوكي فيلا قبل ما تقولي فيروش فيروجينا. كتعجبني واحد الحاجه سميتها الكلمه. انا عيط ليهم اش غنقول لكم نص ساعه قبل، فين راكم؟ هانا جايه عندكم، الشمس يعني التصوير غادي يكون شي شويه ناقص. فين راكم؟ هذا كيقولك صافي احنا سالينا، احنا صافي يعني سالا وراه غادي نجي عندهم، غير غادي نستاسيوني غير يركبوا. واش حال الوقت، واش حال الوقت والمدينه عامره وما عنديش فين نستاسيوني، والبوليس كيقولوا لي غنقيدوا لك ولا تحركي. المهم سمارة تمروني بالمزيان، شنو غادي ندير؟ غنحيح. الحقيقة مشينا أنا وأختي حياة باش نشريو واحد الكادو اللي هو اللي حق ديك البنت اللي هي بنت صاحبتي، اللي ما كناش نتفارقوا، راكم شفتوها معايا في القناة فاش كان داك المشاكل وداك الشيء، اللي هي ماشي صاحبتي، أختي. غادي التصوير غادي ها يلا هضري دابا. أختي أمي كلشي فيها، صاحبتي كلشي فيها، في خويا كلشي فيها في الحقيقه، وقليل الكادو كل لقيت ندير لها هديه ندير لها، ولكن قليل واحد الحاجه اللي هي قليله في وجهها. عندها اليوم الخطوبه لبنتها، الله يسخر لها ويكمل عليها يا ربي. راهم ماشي غير بناتها، غير هي راهم بناتي حتى انا في الحقيقه. ما الفرق كنا ما تنتفارقوش، تنعسان دوك البنات كانوا تنعسوا في بلاصه وحده، كان هذاك راه والكادو قليل في حقهم. مشينا نشريو الكادو ليها، الكادو اللي هو قليل، ما غاديش ندير لها كاع شي حاجه اللي هي سميتو. شرينا لها السكاده، ها هو، وشرينا لها الصنداله بحالو، صاك والصنداله صنداله وقفيطين. في حقها شيناهم قلال، في حقها وقلال في وجههم كاملين، حيت في حقها هما واحد الانسان اللي كان واحد الانسانيين اللي كنت تنعاود لها بحال فاطمة الزهراء، نعاود لهم قصتي هي وفاطمة الزهراء وحياتي فاطمة الزهراء، تنعاود لهم داك الشيء اللي هو ضرني في قلبي، ونعاود لهم الحاجه اللي هي زعما مثلا نكونش انا وياهم. واحد سميتو واخا ديري لها اللي ما كاين لديك صاحبتي ما ردلهاش الخير ديالها. ومن هذا المنبر كنقول لخالتي منى مبروك عليك لبنتك، والله يسخر لك والله يرزقها الذريه الصالحه ويثبت الغرس يا ربي امين. واخا الفرق ديال رحب ما غاديش يكون قليل، ومنى كذلك اللي هي عزيزه وغاليه. هاد البنت هادي هاد رحاب هادي حنان هي اللي مربيه، يعني كنت انا والبنات كانوا واخا صغار هذاك، كنت بيني وبينهم ماشي غير صحاب، كانت واحد العلاقه، واحد العلاقه اللي هي زوينه كلهم، لا البنات لا خواتاتها في حق الله، خواتات منى اللي هي فاطمه اللي هي يطو اللي هي عيشه، كنت ماشي حاسبيني صاحبتهم، حاسبيني اختهم، وحاسبيني واحد المعزه اللي هي بيني وبينهم، قليل في حقهم اللي درت لهم، ولا قليل في حق حاجه اللي هي، والله يجعل ربي يسهل عليهم ان شاء الله يا ربي، ويجيب لهم السهله يا ربي، ويفرحهم ويفرح حتى اختي فاطمه الزهراء بشي
شي رزق للوليدات البنيات ان شاء الله وشي مستقبل البنيات ان شاء الله ويعطيها ان شاء الله سميتو باش تقابل بنياتها واحد الجهد اللي هو شتو باش تقابل بنياتها. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم وعطيك الكلمه لاختي فاطمه الزهراء. اش غنقول لكم؟ كما قالت حنان فرحنا بزاف بزاف لهاد البنيته، وكما كتشوفوا خرجنا وكوكا وبالفرحه علينا ندورو ونشوفوا شنو غادي نشريو لها كادو. هذا انا ما عرفتش، مازال ما عرفتش الظروف واش غادي تساعدني انني نمشي غدا نحضر لها الخطوبه. عرضت عليا ماماها ولكن بحكم البنات وهذا ما عرفت واش غادي نشد الطريق ونمشي عندها ولا لا. ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا غادي نسبقها اليوم حيت اليوم هي ضروري خصني نمشي، راه خصني نمشي هي في الحق يا نورمالمون الصحراء الباهي. قالوا لك خصكي تجي عندنا ودك ولكن ما مشيتش سميتو مع الظروف ديال سيدي عدي اللي هي كنت زعما قاسيت فيها بزاف. صافي وليت تنبغي بغيت غير راحتي، بغيت غير واحد الراحه نجلس فيها داك الشيء باش ما مشيتش. هي قلبها كتبغي باغا تمشي ولكن رجليها ما مطوعينهاش. كتقول لك انا غنمشي ولكن ما مطوعينهاش. صافي واحد ما نكذبش عليكم مشاهدينا، واحد الحاجه اللي قررت ان شاء الله يا ربي ما غنبقاش في سيدي عدي، غادي نرحل ان شاء الله يا سيدي ربي. ما تقوليش المدينه، قناه محبوبه ان شاء الله يا ربي. غادي ضروري غنبقى معاها ونصور معاها وندير، ولكن يعني نهائي بغيت نرحل من سيدي عدي. ما نكذبش لحقاش قاسيت فيه بزاف وما زلت نديه. اللهم قررت واحد الحاجة غنرحل من سيدي عدي ونبقى نخرج من سيدي عدي في خطرة ما نقلش فيه. هذا هو القرار، القرار اللي خدته هو انها وان شاء الله ماشي صاحبات الحصول. الهضره دايره مازال هاد الهضره ان شاء الله غادي نجلس ان شاء الله ونعاود لكم ان شاء الله علاش بغيت نرحل من سيدي عدي وعلاش. الا بغيت ان شاء الله نعاود لكم هذاك كتبوها لنا في التعليق، قولوا واش نعاود لكم قصتي ولا نخلي واش الاسباب علاش باغا نرحل وعلاش هذاك. راه حتى الى بغيتو ان شاء الله نعاود نقولها لكم ان شاء الله يا ربي. والله يجعل ربي يسهل عليكم ونعطي كلمه. ما عطاتش حاجه الحياه اشتراها، السلور ما عرفتش شلو. سلام البنات والولاد، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كما كتشوفوا كما قالت لكم حنان وفاطمه، حنا خارجين تقدينا لبنت منى. الله يخليها لها وهذا ويسخر ليها. قلت لها مي منى، راه قلت لكم حياه راه كتهرب لها الكوني، غير كتشعل بعدا لكم كوني منى راه صغيره. اصلا بصح حتى هي راه صغيره منى ولدها البنيته الصغار. حياتي مشى لها الريزو. دابا حياتي راه كتلف لها، كتلف لها كلشي، كتوضر كلشي. الله يحفظ. راه حياتي نقول لكم بعدا واحد الحاجه المشاهدين، كنت مخاصمه انا وياها. حياتها ما تتبغيش تحكم بزاف. كتقول لها اختي مالك ما كتضحكيش. وزعت تنقول انا مورا الكاميرا تنقول لها المشاهدين تنقول لها اختي بغيت تضحك ما بغيتكش تبقاي معبسه. نبقى غير ضحكه قال لا، ولكن في الكواليس راه كتضحك حياة. هو يكون علاش نضحكوا وعلاش في الكاميرا؟ كتبان مثبته بعقلها. كتبان مثبته بعقلها مريم. ايوا كنتسناو كي ساكته رودينا، ياك رودينا اويلي تحية ابتسام من هنايا رودينا، تحية ليك ابتسام حبيبتي اخت اسلام. اسلام ورودينا بالك يا صاحبي. اويلي البنت مازال صغيرة بنت ابتسام ميلاد داكشي باش فحق مسكين حياة راه ما مرات حكات. ما مرات حكات حياة غير كتبكي مع مرات حكات. لا ماشي ما تضحكيش زعما في وسط الكاميرا تتبتي ساعة اليوم بغيتي تهضري ساعة بلصاتها.
بلصاتها رضيناها ريحاب. الله يجعل ربي يسخر يسخر لها ان شاء الله يا ربي. ويتويها غادي نعشقوا لها على النبي. يلا يلا سلام سلام على رسول الله الى جيل جسدنا محمد الله معاش العلي. هادي في خاطر ريحان الله يسخر لك الله يسخر لك اختي والله يجعل ربي يكمل عليك ان شاء الله يا ربي. الله يقبل العرس والعرس ان شاء الله الله يجعل ربي غير يعطيني الصحه والسلامه. ما هلا واش هلا واش ما بقاش حتى شطيح طيح شطيح. انا اختي نشطح لك نشطح لك غادي ندير لها ولا ندير نقتل نقتل راسي عليهم ونجيبهم حيت راها بنتي ماشي بنت صاحبتي. بناتي عندي جوج عندي صوفيا عندي ريحه بخاف تحيا سكينه اللي هي الزيت هي قبل من هذا المنبر خالتي مناره ظريفه كلهم في الحقيقه خواتها كاملين صوروا فاش مشيت وقع لي مشكل عطيتي عنقوني فاش جاو تيعنقوني وتيزدحوتي يبقاو يديروا زعما الله يخليهم ليا والله يجعل ربي يجيب لهم السهله يا سيدي ربي. والتحيه لكم كاملين منى فاطمه سكينه تحيه لكم كاملين ورحنا كنحماقوا عليكم رحاب صوفيا اكرام تحيه لكم كاملين راكم خوتي لا هادو خواتات كاملين تحيه لهم كاملين راكم تنحمق عليكم وراكم عزاز وراكم مو مدعينيا ولا فرقنا الزمان وفرقنا المشيه وفرقنا ولكن راكم تتبقاو خوتي تحيه لكم تحيه صحاب سيدي عدي تحيه لزايان تحيه لمازيغ اللي باغي يقلك تحيه لكل شيء وتابعونا حتى نوصلوا لواحد البلاصه نكملوا معاكم.